البارتما في الاخر تاع 2013 اخذتها ودابا 8 سنين وانا كنخلص الطريطه. دابا التسبيق عطاته لي اختي، عطاتني 3 مليون، تسلفت 22 مليون من البنك الشعبي. دابا 8 سنين وانا كنخلص الطريطه ودابا تغلبت. كنت كاري وكنت عايش احسن من دابا. دابا عايش حاله مزريه ومرضت نفسانيا. المرأة دابا طالبه لي الطلاق الشقاق. دابا نداء للمحسنين، بغيتهم يتعاونوا معايا، بغيتهم يتعاونوا معايا. كنت كنبيع ونشري، ودابا مرضت نفسانيا، ما بقيت كنبيع ما بقيت كنشري. دابا كنشوف على البارطما غادي تمشي ليا. بغيت المحسنين يتعاونوا معايا يفكوني من. كنت عايش مزيان ملي كنت كاري، وملي دخلت الريبة وليت ندهور في الحالة ديالي وفي كل شيء، في البيع والشراء ديالي. غرقت كريدي بأن هادشي حرام، وكل من اللي حرموا الله راه خايب. بغيت الناس المحسنين يتعاونوا معايا ويفكوا خوهم المسلم، وراني معاق والغالب الله. عدي ثلاثة والوليدات، المرأة راه مسافرة طالبة من الطلاق الشقاق. فرحنا النوم الأولى، ولكن ملي دخلنا الريبة عشنا عيشة تعيسة. الحياة خايبة ملي دخلنا الريبة، تغيرت بزاف وتمحنت حيت هادشي حرام، حرموا الله. دابا تشتات الأسرة ديالي، وبغيت الناس يتعاونوا معايا، بغيت الناس المحسنين يتعاونوا مع خوهم المسلم. الغالب الله بغيتهم يتعاونوا معايا. واقفين على الطلاق وعلى الحياة مادية وصداع، مبقاش عندي الغالب الله، ما عنديش. الوليدات ديالي راه مريحين عاد خالتهم. كريت الدار شوية، المرأة خرجت ليا من الدار، وداو ليا الموت، داو ليا المكانة ديال الماء. ما كنعيش حياة تعيسة. الله يصاوب ليا، الله يصاوب. لا دات الشركة ما راديش، ما تراكم عليا تد الموت داو، منه الغالب الله. ما عنديش اخويا الغالب الله. كان عندي نخلص، كنت كنخلص 28 و460 ريال، قلت 30000 ريال، ونبيع ونشري وندار من هوك وندير من هوك ونتقرط من هوك، ويتعاونوا معايا الخوت. دابا تغلبت، خلصوا عليا الخوت تاعي وتغلبوا. هادشي علاش جيت لشوف تي في، هادشي علاش توجهت للاخوان خوتي المحسنين. اللي بغاو يشوف فيا، لا شاف فيا الله عز وجل. علموني الله، صيفطوا لي واحد الورقة وداروا لي ريكوموندي بان اندارات كتجيني منها. لا دابا جمعت ودفعت لهم شويه ورجعت ثاني 1.2 مليون. غادا تراكم مغالباني، مغلوب على الامر ديالي. ما عنديش، هي باقه في الكريدي 19 مليون و600، ولكن في الكريدي الاخر لي هاد ديال الشهور دابا 1.2 مليون. ما والو، ما كنكب الماء في الرمله. هاد الكريدي هاد الريبه بعدا واعره. وكنطلب خوتي المسلمين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معاه. الحاله الاعاقه اللي يدرى والو، ميته عميقه دائمه من الرباط. عندي ورقه شهاده من الرباط. بغيتهم يتعاونوا معايا المحسنين، يتعاونوا معايا في هذه الورطه اللي دخلت ليها، يفكوني والله يجازيهم بخير.